السيد الحلبوسي اخترق الدولة العراقية، جيد، وتغول فيها زينها، وأصبح في مرحلة ما في عهد الرئيس مصطفى الكاظمي كان هو اللي يقرر كل شيء بالدولة. لا ما معقول مصطفى الكاظمي 100%. الحلبوسي في عهد مصطفى الكاظمي كان مسيطر على كل التفاصيل في إدارة الدولة، والحلبوسي كان يعين بالمخابرات وبالأمن الوطني وبجميع مفاصل الدولة من يريد. هاي يفيد المكون. حلو. أنا الآن أنا قلت لك قبل أن أدخل على الاستوديو، أنا شخص واقعي، أنا جزء من النظام السياسي. صح. أنا إسقاط النظام السياسي بالنسبة لي هو إسقاط لي هذا النظام. هذا النظام. لأنه أنا كنت جزء من هاي الطبقة اللي تتحولوا من سياسيين البواقة من كنا خارج العراق قبل 2003 وإجوا تجربتهم كانت فاشلة. ولكن النقيض مالتها اللي هو الحلبوسي خطط له، أنا لا أتوافق معه، ليس مشروعي، أنا لا أريده، أنا أريد الحفاظ على هاي الدولة وعلى هذا النظام السياسي، أريد تعديل النظام. والحلبوسي يتحدث نفس الشيء؟ لا يعني أسألك سؤال أبو أبو يزن، لو تخليني أكمل لك هاي الجزئية وأرجوك أخذ سؤالك يعني بكل محبة. أنت لأنه هذا السؤال حساس، ما أنت هو خدم السنة. الحلبوسي اختصر السنة بعائلته بأقربائه، المناصب لهم، كل شيء حتى بالأنبار لما ينطي للأنبار، أما أن تكون حيش السامعين أحد يعني الأذلاء لي أو أبدلك. ولعل تجربة محافظ الأنبار اللي يتمرض وتصور نفسه معمول له فديوم إنه هو سحر معمول له، كله بسبب ضغوط الحلبوسي عليه، لأنه صارت الضغوط علي فرحان طبعا صارت الضغوط عليه لا تحتمل، إلى درجة إنه صار عنده هوس وتمرض وصار ما يقابل العالم. وتمرد على الحلبوسي في هذا؟ لا لا تمرد وتمرد لا عفوا لا أراد التمرد على الحلبوسي، والحلبوسي أبلغه بكل خطواته وهدده وخلاه يختفي. الحلبوسي ما يحترم شركائه. أنت لو تشوف الحلبوسي، الحلبوسي بالجروب مال النواب لا يسمح للنائب أن يعلق، يسمح للسكرتير مالته يعلق، المرافق مالته يعلق، مدير مكتبه يعلق، هو يكتب، والنائب ليس مسموح له أن يعلق، لو كان رئيس لجنة، لو كان رئيس ما أدري منه، لو كان أي منصب أنت تتوقعه. غير جروب تبليغات، لا هو جروب قرار، هو جروب حزب، هو جروب تحالف، مو جروب تبليغات. الحلبوسي ما يحترم الشركاء. الحلبوسي أولا اختصر السنة بأقربائه زين وبالأشخاص الذين يعملون له.